نعم تعال نلحق نروح الزريبة. يا ولاد الحقوا الزريبة. الزريبة بتتحرك ولا ايه؟ هو مش هيجي معايا الزريبة ولا هنروح نلاقيه هناك؟ يلا. انا بقى يا سيدي مشكلتي اني ما عنديش مشكلة اصلا ولا حتى صغيرة، يعني بحس ان الواحد لازم يبقى عنده حاجة كده قلقاه وما تخليهوش يعرف ينام، وانا بقى شكلي داخلة على مشكلة قريب. دي مشكلة قوية. يا سلام عليك، ده انت كان لازم فعلا تدخل كلية هندسة. ده انا حتى لو خريج طب بيطري عينيكي بتقول ان انت مش عايزة تقوليه. طب كلمهم شوفهم هما فين. مين؟ عينيكي؟ وزة احنا في الزريبة. في الزريبة؟ لا لا ما تفهمش غلط، هي واضح انها بتحب الزرايب على فكرة. يا لعل صوتك انا مش سامعك. معلش اصل انا مش ماسك الموبايل في ايدي. امال ماسك ايه؟ مش لازم تعرف على فكرة. يلا اتلحلح ولا بحبك، افتح معايا حوارات لغيها. امال قاعد ده كله بتعمل ايه؟ بعمل شاي بلبن. قول لها ان انت بتحبها. بتقول ايه؟ اقول لها دلوقتي ان انا بحبها؟ مش سامعك. بقولك اقول لها دلوقتي ان انا بحبها؟ اكتر جاموسه بحبها هنا من ساعه ما جيت وانا حاسس اني احبها. ايه ده؟ ده في جاموسه على بقك. في اسمه ايه ده؟ في مسح بقك، مسح بقك. انا تحت. ها بقى قوي. انا بعشق المكان ده. بص بص حلو ازاي. انت عارف لما بقى متضايق باجي اقعد هنا. مين ادهم ده؟ ابن خالتي. طب يعني هو ادهم ده متعود انه يعني يبقى. انت مركز معاه كده ليه؟ ما تنساه بقى. يلا يا ساره انزلي عشان تركبي مع بابا عشان ما يسوقش لوحده، وانا هركب مع ادهم عشان راح ازور خالتك. طيب اوكي. هي ماما لازم تروح تزور خالتك النهارده؟ لازم. خلاص اوكي ان شاء الله بات عندها. ايه الغلاسه دي؟ ايه ده يا ساره؟ يا ساره طب والكلب ده مش هروح يزور خالته هو كمان ولا ايه؟ ما تجيبها البيت معاك. ها بس يا ساره يا ساره استني بس. رجب من فضلك طلع الحاجات دي فوق. ها هتطلعي معايا ولا هتخش الاتيليه؟ لا انا هستنى عمر، انا مش عارفه هو ليه اتاخر لغايه دلوقتي. اوكي هطلع انا بقى. كلب لطيف. ايه ده انت ايه اللي بهدلك كده؟ اصل انا كنت معلي الكاسيت شويه. يلا على جوه. خليه انا ممكن اروح بتاكس يعني مش مشكله. انزلي انزلي انزلي. ما شاء الله هي كمان نتايه. اصل صحتها تحس انها مديه على ذكر جامد قوي، ذكر جامد يعني. وبعدين بص بتكره الفانيلات موت.